أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. نستسمع حضراتكم في فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نتواصل مع حضراتكم على خير بتيسير الله تعالى. أهلا بحضراتكم. لقد انفض جمع الناس يوم الزينة، وكان يوم مشهود في مصر، وخذل فرعون وقومه وهزموا هزيمة منكرة، وأضحوا بعد ذلك أذلاء بلا قيمة كما قال الله تعالى: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. من كتر ما كان النصر لسيدنا موسى مدوي، وخلى الميدان من الأفاعي اللي ابتلعتها عصا نبي الله موسى عليه السلام، اللي تحولت إلى حية عظيمة تسعى، لم يروا مثل هذه الحية من قبل. وفي نفس الوقت ساد الهرج والمرج والفزع والرعب، وتدافع الناس بشدة كنهر يسيل من واد عميق يجري في كل شيء أمامه، لأنه كانت حشود الناس كتيرة جداً، وكانت حشود متلاطمة بعد ما شافوا كمان شكل العصا موسى لما تحولت إلى هذا الثعبان الضخم اللي كان ممكن يبتلع المدينة بمن فيها. فكانت حشود كبيرة متلاطمة، وجنود فرعون يحاولون إيقاف الفوضى وضبط الناس، لكن الحقيقة لم يتمكنوا، فقد كانت فوضى عنيفة عارمة. وسط هذا أو هذه الأصوات الكتيرة المتداخلة والاضطراب العنيف اللي ساد ساحة الميدان، في هذه الصورة اللي كلها ارتعاب وارتياع شديد يعني، وفي وسط ذلك كان هناك الصحراء لا يزالون ساجدين في ساحة المبارزة لله تعالى رب العالمين، أذعنوا وآمنوا بالحق. وذكرنا في الحلقة الماضية إنهم لما سجدوا ربنا سبحانه وتعالى أراهم منازلهم في الجنة، ووريها لهم، وأراهم كذلك إن منازلهم في الجنة مهيئة لهم مزخرفة لقدومهم، شافوها قبل ما ينكل بيهم فرعون. أيوة، عشان كده هم لم يلتفتوا إلى تهديد فرعون ولا إلى وعيد فرعون، لأنه خلاص هم بعد قليل حيبقوا شهداء. فأراهم الله منازلهم في الجنة. وكان المشهد عجيب جدا، لأن السحرة ظلوا ساجدين أمام أنظار فرعون والملأ
حاشية فرعون، وبجانب سيدنا وبجانبهم بجانب السحرة يقف سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، وجن جنون فرعون بقى وصاحب السحرة. شوف القلب لما ينكر النور، لما العقل يسدل ستار وحجاب فيمنع نفسه انه يفهم ويعرف، يبقى عنده إصرار على الكذب والتكذيب والكبر والعناد. وصدق ربنا لما قال في سورة الحج وكذب موسى، انت بعد الحية دي الضخمة دي اللي التقفت كل العصي والعصي او العصي والحبال في الميدان، بعد هذه الآية البينة الواضحة ما زلت تكذب؟ ايوه، كذب فرعون وصاحب السحرة. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم؟ طبعا هو بيقول لهم كده ومعلي صوته وغاضب واوا، ليه؟ لأنه خشي فرعون من تأثر الناس بمشهد سجود السحر. هو جايب السحر عشان يهزم بيهم موسى، فإذا بالسحرة يسجدون لله رب العالمين، وإذا بالسحرة ينصرفون إلى تصديق ما جاء به موسى عليه السلام وما أرسل به موسى عليه السلام من عند ربه. فصرخ فرعون مرة أخرى في السحر وقال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني عج بصوت صاخب يتهم بالتآمر، بيتهم بالتآمر ده إنه سيدنا موسى تآمر مع السحر، يعني التآمر ان هم تأمروا معاه على اخراج القبط اللي هم المصريين، يخرجهم من مصر واسكان قوم موسى مكانهم. ودي قلنا مسألة حساسة عند المصريين بطبيعة الحال، فرعون استعملها سلاح قبل كده عشان يستحث القوم ليقفوا معه ضد موسى ورسالة موسى، ويستثيروا المصريين من هذه المسألة الحساسة وهي أرضهم، لأن أرض مصر غالية عليه في كل زمان وفي كل وقت وحين. فبالتالي كانت حتة يعني استغلها فرعون واستغلها السحرة شوية قبل ما يدخلوا في الإيمان. ولكن رجع تاني فرعون يقول لا، ده أنتوا اتأمرتوا أنتوا الاتنين، يعني السحرة اتأمروا مع موسى عشان يخرجوا المصريين من أرضهم ويحتلوها ويدوها لقوم موسى. وكان فرعون كاذب في ادعائه، لأن موسى عليه السلام كان بعيد عن مصر فترة طويلة، يعني كان بقاله قاعد في مدين 10 سنين، وتزوج في مدين وبعد كده جه بعد 10 سنوات، ولم يدخلها سيدنا موسى قبل يعني قبل أيام من هذا اللقاء اللي دار بينه وبين فرعون، وقبل أيام وليال بسيطة من تلك المبارزة أو هذا الوقت اللي حدته سيدنا موسى عليه السلام للقائه بالسحرة لإثبات الحق ومحق الباطل. هؤلاء السحرة جمعهم كان فرعون من كل أرجاء مصر الشاسعة، وكان موسى يعني لسه جاي، فيعرفهم منين ولا اتفق معهم امتى ولا متى تآمر معهم نبي الله موسى ونبي الله هارون عليهما السلام. يعني هو عاوز بمكره انه يصور ان ايمان السحرة بالله تعالى انه عبارة عن لعبة، انه عبارة عن مؤامرة اشترك بيها موسى مع السحرة للقضاء على فرعون وقومه. قال كده حتى لا يؤمن الآخرون كما أمن السحرة وسجدوا لله رب العالمين. بل أصدر فرعون ساعتها في الحال حكمه البشع على السحرة الذين آمنوا برب العالمين. فماذا قال وماذا قص علينا القرآن الكريم؟ قال الله تعالى حكاية على لسانه إنه قال لهم فرعون بيقول فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كان فرعون عايز ينتقم من السحرة بالحكم القاسي ده، وكمان كان عايز إنه يجعلهم مثلة ونكالا لئلا يقتدي بهم أحد من رعيته وأهل ملته. لكن السحرة أصبحوا الآن أقوى من الخوف نفسه، مش أقوى من بطش فرعون،
أقوى من أي خوف يعتريه، لأن امتلأت قلوبهم بالإيمان الصادق والعقيدة الراسخة، إيمان عميق صادق، عقيدة راسخة، لم يعني يتركوا في قلوبهم فس أو لم يترك هذا الإيمان في قلوبهم أي مساحة يدخلها الخوف من فرعون، فقاموا من سجودهم هادئين مطمئنين، وأعلنوا يعني خلعهم لفرعون وكفرهم به، وإنهم لن يختاروه ولن يرضخوا له بعد تهديده لهم، ولن يفضلوه على الهدى والإيمان الذي جاءهم من الله تعالى والذي وفقهم وهداهم الله تعالى إليه على يد نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام. فردوا على فرعون بمنتهى القوة، وقوة فيها منطق عقلي، فيها إنه الإيمان هم فهموا جات لهم هداية لأنهم سابوا نفسهم إنهم يفهموا، إنهم يوصلوا للحق، مش جعلوا بينه وبين الحق حجاب، لا ده هم انفتحوا بمسامع قلوبهم ونفوسهم إلى الحق. فردوا على فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، يعني ردوا على تهديده بمنتهى الثبات وبشجاعة نادرة ملأته رعبا وخوفا واضطرابا وفزعا، وقالوا له كما حكى لنا القرآن الكريم: لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون. ما فيش ضرر علينا خلاص من تهديدك المرعب، تعلقنا بقى في جذوع النخلة، تقطع رجلينا وإيدينا، اعمل اللي انت عايزه، احنا إنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني ما أشد ثقتهم بربهم ويقينهم في نصر الله، وما أهون الدنيا عليهم في اللحظة دي، هانت الدنيا وهانت قدامهم تهديد فرعون، وهانت قدامهم بعد ما كانوا بيقولوا لفرعون يعني انت هيبقى لنا أجر إن كنا نحن الغالبون، يعني هيبقى لنا بقى حظوة وأجر وكده، دلوقتي لا يبالوا لا بتهديد فرعون ولا بما سوف يعطيهم من عطاء ولا بأي شيء، الدنيا كلها هانت بما فيها تهديد فرعون نفسه. وأكدوا لفرعون إنه إذا قتلهم فسيعودون إلى الله شهداء كرام بررة. أصل الشهيد لا يخاف عليه، والشهيد لا يخاف كذلك، ولا نأسف، الأحياء لا يأسفوا على الشهداء، لأن الشهيد قبل ما يغادر الدنيا بيرى مقعده من الجنة وهو ما يزال يلفظ آخر أنفاسه في الدنيا. كم يسقط لنا من الشهداء يوميا، كم يسقط لنا، وكم نرى البسمة تعلو على وجوههم. أتعلمون لماذا يبتسمون؟ يبتسمون مما يرون من نعيم الله تعالى المقيم الذي أعده لهم والذي يشاهدونه في آخر أنفاسهم في الدنيا. وهكذا أرى الله تعالى السحرة منازلهم في الجنة، أراها لهم المولى سبحانه وتعالى يعني نوع من الرحمة بيهم ونوع من اللطف بيهم، تمهيد لأنهم حيقعوا في أبشع قتلة سيتعرضون لها، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت فؤادهم، لذلك ما زادهم تهديد فرعون إلا صبرا وثباتا وإقداما وشجاعة ورغبة في دار الحق في الدار الآخرة. بل وأكدوا لفرعون إنهم يرجون من الله تعالى وحده سبحانه وتعالى إنه يغفر له، ويعايزين المغفرة مستشفعين بأنهم أول من بادر إلى الإيمان بموسى من المصريين، يعني أول من آمن بدعوة سيدنا موسى كانوا من مصر، كانوا الصحراء، واستشفعوا بذلك عند الله سبحانه وتعالى، فقالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا
أن كنا أول المؤمنين. يعني المسارعة دي في الإيمان والتصديق نرجو أن تكون إنها تكون شفيع لنا عند الله، يعني كانوا سابقين بالإيمان واستشفعوا بذلك لغفران ذنوبهم، بل تحدوا فرعون كمان، تحدوه بمنتهى القوة والثبات والجرأة، وقالوا له لما أن هددهم وكرر عليهم التهديد، قالوا له قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، مش هنفضلك، مش نقدمك أو نختارك بعد النور ما جالنا، بعد الهدى ما شفنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فأقسموا بالفاطر الذي فطرهم، بالله تعالى الذي فطر السماوات والأرض، اللي خلق السماوات والأرض أقسموا به، هو ده الرب، هو ده الإله الحقيقي. فأقسموا به إن إحنا لن نفضلك ولن نؤثرك بعد النور والهدى والتوفيق للإيمان، نرجع نختار الضلال تاني. فهزمت السحرة فرعون وقهروه بإيمانهم ورسوخهم، مش أي إيمان، إيمان راسخ، وقهروه بكلامهم الصادق المؤثر، غلبوه أمام الجميع. فما كان من فرعون إلا أن أمر بتنفيذ هذا الحكم القاسي وهذا القتل البشع الذي أجراه بهؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين، رب موسى وهارون. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي الفضائية المصرية، وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسلامة يا رب العالمين. وناخد على طول الأسئلة اللي معانا عشان الوقت. أستاذة منال. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لو سمحت حضرتك، أنا عندي 70 سنة وعلى المعاش، بخدم روحي بالعافية، يعني عايز أقول لحضرتك يدوبك بعمل الأساسيات بتاعتي، وبعدين إمكانياتي لا تسمح أن أنا أطلع أحج من مصر. هل يجوز ابني يحجلي وأنا ما زلت على قيد الحياة وهو بيشتغل في السعودية؟ حاضر، لكن لو حضرتك أتيح ليكي تقدري تتحركي وتروحي للحج، لكن المجهود مش قادر عليه، يعني أنا عارفة قدراتي ولا ماديا كمان أقدر أطلع بال
الاسعار اللي موجوده دلوقتي. انا فاهمه، بس انا بسال ليه؟ بسال يعني لو اتيحت وحضرتك مخدومه هناك، يعني الكراسي بتحرك حضرتك، تقدري لو كنت مخدومه تقدري، مش انك ما تقدريش خالص. لا ما اقدر يعني لا يعني اقدر، بس بمجهود مش هقدر عليه، يعني المجهود هيبقى صعب عليا. تمام يا استاذه منال، شكرا لحضرتك. ست أم محمد. ست أم محمد، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا دكتور. الحمد لله رب العالمين. تفضلي فندم. عايز أسأل حضرتك سؤالين معلش. تفضلي فندم. يعني هو واحد شخصي صعب إن أنا أتكلم فيه. طيب ممكن تسنيم مع حضرتك بعد ما تقولي لي بس السؤال اللي تقدري تقوليه على الهوا، وهي هتديني السؤال. قولي السؤال اللي تقدري تقوليه. اتفضلي. السؤال ان انا ببيع، يعني انا جوزي معاه في السكر، هو في السكر ده بيشتغل عليه، يعني مش انجز معايا، لان انا معايا ثلاث اولاد. هو معاه ايه يا فندم؟ شغال على توك توك. فيعني مش مكفي مصاريف البيت. تمام. فانا اخذت، يعني بابايا الله يرحمه كان سايب الورث وكده، اخذته وبتاجر بيه، يعني بجيب اجهزه كهربائيه، اجيب اي حاجه كده بساعد معاه في البيت. فجاه كده حياتنا اتدمرت، يعني انا لقيت نفسي بقت تعبانه وراقبه كده، والفلوس اللي بلمها ببص الاقيها بتطير، فمش عارفه ده سببه ايه. انا سبب اللي انا فيه ده كده مش عارفه ايه الحقيقه، بعد ما طيب. كنت شغاله كويس وما كانش في اي مشاكل خالص، فجاه الفلوس كلها طارت وبقت مريضه، بقت يعني انا بقت لكن بقى كنت قبل كده بتتكلمي بقى تقولي انا عملت، انا تاجرت، انا يعني كنت. والحقيقه كلهم عارفين، يعني عندنا في العيله عارفين ان انا بتحكي حاجتك، يعني بتحكي اسرارك. هم شايفين، هم يعني عندنا في حتى ما ممكن الناس تبقى عارفة، بس مش لازم تبقى عارفة تفاصيل حياتي. هو ده اللي أنا بسأل. لا هم الحقيقة بيسألوا، يعني أنا عندنا ممكن خلت أنت جبتي لمين، ده اللي لا الإنسان لازم يعود اللي قدامه أنه يلتزم حدوده وبطريقة لطيفة، مش هيعمل مشكلة مع اللي قدامه. حاضر يا ست أم محمد. أستاذة أمينة. أيوة معاك. أهلا وسهلا أستاذة أمينة، تفضلي فن. أنا حضرتك بنتي توفية. نعم. بنت حضرتك؟ توفت يوم العيد. توفت ايه يا فندم؟ توفت حضرتك يوم العيد الصغير، عندها 15 سنة. فأنا عايزة دايما بدأنا بالدعاء وربنا يربط، ربنا يربط على قلبك وينزل السكينة على قلبك. ربنا يربط على قلبك وينزل السكينة على قلبك، ربنا يربط على قلبك وينزل السكينة على قلبك. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. الحمد لله. أنا دايما بدعينا في الصلاة وفي الركوع وكده، فبقول يا رب اقبل مني ويصبرني على فراقها. يا رب يصبرك. فبحس ان هي غايبه عني، هل انا كده فرطت فيها؟ انك انت انك حاسه انها مش غايبه عنك؟ بحس روحها معايا في المكان. ايوه، وما تحسيش انها غايبه لانها مش غايبه. لا. هي انتقلت. يراك كان فلان ده راح من الحجره دي راح حجره ثانيه. هو مش فناء، هو انتقال. فاحساسك صح. انت بس محتاجه ربنا ان شاء الله، نسال الله سبحانه وتعالى انه يربط على قلبك وينزل السكينه على قلبك ويرزقك الصبر الجميل. اللهم امين اجمعين. استاذه منى. ايوه السلام عليكم دكتوره منى. عليكم السلام ورحمه الله. هي بنتي عندها 38 سنه. هي كانت البريود بتنزل عليها عادي وبتتقطع، وبعدين تصلي وكل حاجه والصوم. فالايام دي كانت بدات تصوم، اللي هي من الايام اللي عليها وتصلي. فبدا بعد الاسبوع من البريد ما بتخلص بتبدا يتنزل نقط بنيه. انا عارفه دي احاضه، بس بدا يعني بقى لها 10 ايام بتنزل عليها على طول. فانا قلت لها، يعني قلت لها نسال ونشوف هل ينفع
تتوضي وتصلي كل فرد بفرده، يعني هي بتقعد في الشغل من الصبح مثلا لغايه الساعه 4 5، فكان بتصلي الظهر والعصر في الشغل وترجع تصلي المغرب والعشاء. فهل ينفع يعني النقط البني اللي بتنزل عليها بعد انتهاء الدوره، يعني مش في زمن الدوره؟ بعد اسبوع منها ما بتخلص تبدا تنزل عليها نقط البني دي. هل ينفع هل ينفع انها ازاي يكون وضوءها وازاي تكون صلاتها؟ حاضر. فازاي تتوضا وتصلي؟ هل هينفع تصلي وتوضا؟ وعارفين احنا داخلين على رمضان ان شاء الله خير، يعني لازم تتعالج بقى، يعني احنا نشوف السبب الطبي وان شاء الله احنا نرد عليكي في الحكم الشرعي، لكن لازم برضو نلجا للمتخصص في هذا المجال عشان تعيين الحاله دي. استحاضه، يعني انت حضرتك قلتي ده استحاضه، يعني ده نوع من النزيف، يعني ده شيء عايز علاج، نشوف ايه سبب. استاذه عبير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره ناديه؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. انا بحبك في الله والله. يا ستي والله احبكم الله الذي احببتمونا فيه، انتم بتغمرونا بمشاعر جميله. ربنا يبارك في حضرتك. انا والله بحب حضرتك بسبب والدتي، كانت تتفرج على حضرتك فوق العشر سنين كده طلعي، وهي كانت دايما تتفرج على حضرتك وتقول لي يا ستي دي جميله وبتقول كلام جميل. الكلام ده من فوق 10 سنين، مامتي توفت من سنه ونص دكتور. الله يرحمها ويطول عمرها. الله يرحمها ويصبرك. ربنا يبارك فيك يا رب. والله طول ما بتفرج على حضرتك بستفيد من حضرتك جدا جدا. بس انت بتقري لها، بتطعمي عنها، بتقري لها قران وتوهبي الثواب، قراءه القران واطعام الطعام، عارفه الخير اللي بتعمليه ده يشدك كده يقويكي وينزل برد وسلام على قلبك. صحيح، ما هو الفراق ده شيء بعمل كده فعلا. وقراءة القرآن، وبعد ما أقرأ اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى روح أمي وإلى روح أرواح أموات من المسلمين. أنا بستفيد من حضرتك والله، من الكتاب بتاع حضرتك. ده شيء يسعدني. أنا يعني أنا حافظة القرآن كله، بس والله بستفيد من حضرتك. يا رب يخليك ويكبر خاطرك والله. وإن شاء الله ربنا ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما إن شاء الله. وقل ربي زدني علما. حاضر يا عبير، بس مش عايزاكي تبكي ان شاء الله. يعني انت متجوزه ولا لسه؟ لا لا طبعا متجوزه طبعا، مصر كانت كبيره صغيره يعني. لا لا انا ولدت الظهر بس. صوتك صغير، حسبتك في لا لا انا 15 16 كده قلت. لا 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 ربنا يسعدك. الجامعه بس انا ربنا يسعدك. ربنا يسعدك ويكبر خاطرك ويكبر خاطرك، ربنا يكبر خاطرك. اللهم امين يا رب. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان. استاذه منال بتسال 70 سنه وبتقول انا بخدم نفسي بالعافيه وابنها بيشتغل في المملكه العربيه السعوديه، وهي بتقول هو ينفع يحج عني؟ انا مش هقدر ان انا احج، انا ما عنديش قدره ماليه ولا بدنيه. السيده الفاضله الست منال، شرط الحج للحي او عن الحي انه تتوفر فيه شروط الاستطاعة. شروط الاستطاعة دي اللي هي شروط الاستطاعة المالية المادية يعني، وكذلك البدنية. ومن لم يكن لدي لا أي من هذه الشروط فهو غير مستطيع للحج، يعني مش غير مستطيع وبالتالي لا يجب عليه. طيب الحج عن الحي يجوز زي ما قلنا قبل كده وكما ذكر السادة الفقهاء بأنه يجوز في حالة واحدة فقط، لما يكون الإنسان اللي على قيد الحياة ده معضوب. يعني إيه معضوب؟ يعني ما يجي قعده على الكرسي كده ما يقعدش، ما يستقمش. الذي لا يستقر على شيء، بحد العبارة بتاعته، الذي لا يستقر على شيء، تقعده كده يقع، ما فيش تماسك خالص. وما أظن حضرتك بهذه الحالة صاحبة السؤال. الست أم محمد زوجها عنده توك توك شغال عليه، ولكن الاحتياجات ما كانتش يعني مناسبة. هي بدأت تشتغل بالتجارة وتتكسب من ورث كان عندها، وبتقول كانت ماشيين والدنيا كانت كويسة، وفجأة الدنيا اتدمرت ورقت والفلوس بدأت تطير، مش عارفة إيه السبب. التكسب من التجارة، العمل بالتجارة شيء طيب، وطالما أنا في التجارة دي بما يرضي الله سبحانه وتعالى فما أقدرش أقول إنه ليه تأثير على الإنسان ما دام تجارته كلها حلال، فلا يضر الإنسان شيء منه.
امتى يضره لو كان هو بيتاجر باسلوب مش مظبوط او في يدخله شيء من الحرم. فنراجع تصرفاتنا، ربما عملنا شيء ده يعني دخل اليه شيء من الحرام فصنع ما صنع، وقد يكون الامر امتحان عادي وانا فلوسي حلال ومكسبي حلال وتجارتي وانا اتقي لا في تجارتي وفي التعامل، يبقى انا في الحاله دي في امتحان اصبر عليه. ونصيحه الثالثه وهي كتمان، الكتمان في قضاء الحوائج ده مطلوب. عندي خالة، عندي عمة، عندي قرابة، عندي أي شيء بيتكلموا معايا وعارفين أن أنا بتاجر تفاصيل حياتي، أنا مش مطالبة أن أنا أدي كشف حساب عن حياتي، صرفت في كذا وعملت كذا وجبت الكذا، وأن أنا أبلغ الناس بيه حتى لو كانوا أقرب الناس إلي، وده مش صح. فالإنسان يتكتم في مصر هذه الأمور ويتعلم كيف يرد الرد الحكيم الذي لا يوقع في الخطأ ولا ينفر الناس منه، وفي نفس الوقت يعلم اللي قدامه أن ليه حدود، لازم الناس تبقى ليها حدود مع بعض، مش كل ما حياتي يبقوا عارفينها وأنا كل حياته ما بقى عارفها، لا. وننصح بكثرة الأذكار والتحصينات والدعاء بأن ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويعافيك ويصبري على ما أنت فيه، وسال الله الفرج والشفاء وسعة الرزق، واصبري واحتسبي يا صاحبة السؤال. وأراجع برضو طريقتي كمان في التجارة، يمكن أسلوبي في التجارة نفسه بعيدا عن الحلال والحرام طريقته مش صح، مش بتواكب السوق بصورة مظبوطة حتى لو أنا بتاجر من البيت، فربما ده عدم دراستي لهذا الأمر أو أن أنا أشوف السوق محتاج إيه، أو أن أنا بتاجر بأسلوب مناسب ييسر على الناس وكده، ولا أنا بعمل إيه بالظبط. فبراجع برضو طريقتي في العمل، محتاج الإنسان يطور من نفسه ويبقى عنده يعني استبصار بالواقع واحتياجاته وطلبات السوق واحتياجاتها وطريقة الناس في التعامل في البيع والشراء يا أم محمد. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك، اللهم أمين أجمعين يا رب العالمين. بالنسبة للأستاذة أمينة، إن ليها بنت توفيت في العيد الصغير 15 سنة وهي بتدعي لها في الصلاة وحاسة إن هي يعني معاها في البيت. أول حاجة هقولها لحضرتك وبنذكر بعض، إحنا بنتواصل بالحق وبنتواصل بالصبر كما علمنا القرآن في سورة العصر، ودي من الدعائم المهمة لنجاح الإنسان في حياته. فإحنا هذا التواصي بالحق أول شيء هنقوله فيه، إنه من يتصبر يصبره الله. أعلم إنه مصاب ليس بالهين وليس باليسير، لكن إحنا مش بنفنى، يعني إحنا هي سبقت ولك طولت العمر وحسن العمل، كلنا سنؤول إلى هذا المصير. فالإنسان ما يبقاش نظره معلق بالدار الدنيا فقط، لكن نظره كذلك معلق بالدار الآخرة. وصبرك أبشري ببيت الحمد في الجنة على صبرك على هذا المصاب الغير يسير، لكن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، وإحنا ما نقولش إلا اللي يرضيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى فكرة إنا لله وإنا إليه راجعون ذكر يقوله المؤمن في كل مصاب يصيبه، مش بس مصاب الموت، أي مصاب الإنسان بيتعرض له، أي شدة الإنسان بيتعرض لها، أي امتحان هو شايفه ثقيل أو كان تقيل عليه قوي، على طول يذكر نفسه بالحقيقة والمصير اللي سأقول إليه الجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسري ويسلي عن قلبك ويجبر خطرك. وبرضه بننصح الواحد ما يقفلش على نفسه في الأحزان وتمتلك الأحزان فيلاقي نفسه إيه لخبط في السعي بتاعه في الدنيا. لابد من الاندماج في الأنشطة النافعة اللي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة، عشان ده يخفف عنك إنك تقعدي وقت تفكري ودي قاعدة ودي رايحة. وطبعا هي ليست ببعيدة وهي أقرب منك من الأول، فاعملي الخير اللي بتعمليه وهبلها الثواب وهي تفتخر بذلك بين من انتقلوا معها. وإن شاء الله ربنا يعني يتقبل منك ويصبرك. أسأل الله تعالى أن ينزل عليك السكينة والطمأنينة وأنه يربط على قلبك، اللهم أمين أجمعين. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعين راجين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام،
اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشف. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشف. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشف. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.